تعطيك دعاء مداخلة وهي للأستاذ الفاضل سعد الله البخاري. إليكم الكلمة السي عبد البخاري في مباشرة تحمل عنوان أهمية إحياء الذاكرة في المجال الموسيقي. شكرا جزيلا. أولا أنا شديد الامتنان لهذه الدعوة المباركة، وأحرص كل الحرص أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأصدقاء في جمعية في المنتدى ولرئاسة المجلس البلدي ولجميع أعضاء المجلس البلدي بجميع تلاوينه السياسية. حقيقة أن نتحدث في موضوع الموسيقى وسط إكليل من المتخصصين والفقهاء والمتفقهين في الموسيقى لا بد سأكون في وضع في غاية الحرج وفي غاية الصعوبة، لكن مع ذلك اسمحوا لي أن أثير بعض الإشكاليات المرتبطة بهذا الموضوع الهام. أبدأ من حيث الشكل، أن تنظيم مهرجان خاص بهرم من أهرامات الفن والموسيقى المغربية فقير كبير أسلم عامر هو يندرج في سياق الدعوة إلى إحياء الذاكرة الفنية والموسيقية، وهو مبادرة تجسد هذه الإرادة، وأعتبرها مؤشر من مؤشرات الباعث عن الاطمئنان على الأقل أنه لا زال هناك من يفكر في ذاكرتنا وفي رجالتنا ونسائنا الذين قدموا ما قدموا لهذا الوطن. بالتالي هذا مدخل مهم، كيف أنه من مسؤولية الجماعات الترابية، من مسؤولية التنظيمات السياسية، مسؤولية التنظيمات الاجتماعية أن تقوم بمبادرات فعلية لإحياء الذاكرة. وهنا أثير إشكاليتين. الإشكالية الأولى، وهل يتعلق الأمر بذاكرة واحدة ونحن متفقين على مضمونها أم هناك ذاكرات؟ وأعتقد أننا هنا نطرح إشكالية التأريخ بالهمزة، التأريخ لما نعيشه، وبالتالي نعترف اليوم بأننا نواجه عجزا كبيرا وفظيعا فيما يتعلق بالكتابة عن أنفسنا وعن حياتنا وعن ذواتنا وعن حاضرنا لكي نصنع ذاكرة للأجيال القادمة، كما أن كان هناك عجز في الماضي نحن نعاني اليوم ونواجه تحديات. أيضا هل يتعلق الأمر بذاكرة واحدة؟ وهنا أطرح إشكالية تعدد الأطاريح فيما يتعلق بالتأريخ للموسيقى وللفن وللسياسة وللرياضة، بحيث الافتقاد إلى مؤسسات مهيكلة ومهيكلة ومنظمة ومنتظمة قادرة على إنتاج محتوى علمي بحثي أكاديمي يحترم شروط ومواصفات التأريخ يجعلنا أمام تعدد منتوجات هي غير منظمة وربما حكواتية أكثر منها بحثية، تنطلق من الدوات وتؤرخ حسب منظور ذاتي وشخصي لكل متعاطي مع فرع من فروع هذه الذاكرة. ذلك اليوم حينما نتحدث عن تاريخ المقاومة الوطنية مثلا نتحدث عن تعابير كثيرة وعن حكايات كثيرة وعن تاريخ متعدد الجوانب. نحن إذن أمام عجز في الإنتاج وأمام صعوبة قراءة محتوى هذا المنتوج الذي أبرزه أشخاص أو جماعات أو أنتجوا أشخاص وجماعات لا نتوفر على مراجع قادرة على أن تحدد مسارات تاريخية معينة في الموسيقى كما في مجالات أخرى. في الجانب الموسيقي الإشكال أكثر صعوبة وأكثر استعصاء في التعاطي معه، لأنه حينما ننظر إلى الموسيقى في شمال المغرب بالخص الكبير ننظر إليها كتعابير لهويات متعددة. حينما نتحدث عن غناوة مثلا نتحدث عن بعد إفريقي زينجي، حينما نتحدث عن الطرب الأندلسي نتحدث عن هجرة سقوط غراطة وعن هجرة قصرية نحو
نحو الشمال المغرب. حينما نتحدث عن الأمداح النبوية نتحدث عن البعد الديني، حينما نتحدث عن الأغنية الحديثة نتحدث عن قرب جغرافي المغرب من أوروبا. وبالتالي نحن أمام تعابير متعددة تعكس مراجع مختلفة، وهذه إشكالية أخرى إضافية للإشكالية الرئيسية التي تحدثت عنها سابقا. في تقدير المتواضع، كيف نتعاطى مع هذا التشابك، مع هذا التداخل، مع هذه الصعوبة؟ حينما قلت أنه تنظيم مهرجان أستن عام هو مؤشر إيجابي، أعتقد هذا مدخل أساسي. لا بد من الجماعات الترابية ومن جماعات الترابية بصفة عامة، البلدية والقروية والإقليمية والجهوية والنيابية المركزية والمركزية، أن تولي اهتماما خاصا واستثنائيا للذاكرة، لأنه الذاكرة ليست قراءة للتاريخ، الذاكرة منتجة للقيم. حينما نتحدث عن ماضي أجدادنا، عن تاريخنا، نتحدث عن قيم كانت سائدة في وقت من الأوقات. هل نسمح باندثار هذه القيم؟ لا وجود لجسر ناقل لهذه القيم إلا عبر إحياء الذاكرة، عبر التاريخ، عبر اطلاع الأجيال المتلاحقة على ما عاشه الأجداد والأسلاف سابقا. وهنا لا بد من تشجيع البحث العلمي والبحث الأكاديمي على مستوى الجامعات، وهذه الجماعات الترابية وهذه التنظيمات من مسؤوليتها أن تقوم بهذا الواجب. هي مسؤولية المؤرخ، المؤرخ شريطة أن نمتع هذا المؤرخ بشروط الاستقلالية والنزاع، لأنه المؤرخ يتعاطى مع التاريخ بشرط علمي أساسي، والتجرد من 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 الإكراهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المفروضة. حرية التعبير تكون مطلقة لدى المؤرخ ولدى الباحث السوسيولوجي، أنه مثلا من حق الباحث السوسيولوجي، من حق المؤرخ أن ينتقد الملكية مثلا، لأنه في انتقاد أي مؤسسة من المؤسسات هو بصدد صناعة المستقبل، وبالتالي لا يمكن أن نكبل مجالات البحث في هذه القضايا بإكراهات قد تكون طرفية أو معينة. هي مسؤولية المؤرخ المتخصص، لأنه حينما استمعت إلى عرض في موسيقى النوم مثلا استفدت بشكل مذهل وكبير جدا، لأنه هناك متخصص ينتج معلومة، ينتج معطيات في هذا الجانب. هي مسؤولية الإعلام. إعلام، نحن اليوم نواجه إشكالية كبيرة، هي أننا نواجه التفاعل بما كل، والتفاهة ليس تعبيرا قدحيا بين قوسين، لأنه من حق الشخص أن يكون تافيا، ومن حق الشخص أن ينتج التفاهة. شريطة أن تحترم هذه التفاهة أخلاقيات التفاهة بحد ذاتها، يعني لا يسيء، لا يسب، لا يشتم، لا يقذف، لا يفتح الأخبار، ولكن من حقه أن يكون عنده منتوج تافه على أساس احترام هذه التفاهة بهذه الخصوصيات. هي ماشي مفهوم قدحي، يجب أن نتصدى إليها بمراجع كبيرة وقوية جدا. يجب على الإعلام أن يقوم بدور أساسي، الإعلام الناقل، الإعلام قاطعه، الإعلام حضن للمنتوجات وللإنتاجات الفكرية والأكاديمية بصفة عامة التي تؤرخ للموسيقى ولغير الموسيقى. هي مسؤولية المدرسة أساسا. أنا أستغرب غاية الاستغراب كيف لا توجد مادة الموسيقى ضمن المواد الأساسية في التعليم الابتدائي مثلا والتعليم الأول. الموسيقى هي تهذيب للنفس، الموسيقى هي تربية حقيقية للنفس، وبالتالي من مسؤولية المدرسة، مسؤولية الإعدادية، مسؤولية التنمية، مسؤولية الجامعة أن تشمل الموسيقى بعناية استثنائية. هي مسؤولية العلماء، لأن يعني هناك من يحرم الموسيقى، هناك من يمنع الموسيقى، هناك من يحضر الموسيقى تعبير إنساني ساني. صحيح أن هناك توابت، هناك مراجع، ويجب على هذا الإنتاج سواء إعلامي أو فني أو موسيقي أن يحترم هذا المراجع، ولكن لا مجال للتجريم، لا مجال للتحريم، لأنه الأفق مرتبط بالحرية التي يمكن أن تطور لنا كل ما تنتجه الممارسة الإنسانية والبشرية في مجتمعنا. مسؤولية الأسرة أيضا، مسؤولية الأسرة. الأسرة تعرف في بلادنا تحولات عميقة جدا على المستوى السوسيولوجي، على المستوى النفسي، على مستوى بناء الأسرة في جيلنا احنا وغير الجيل اليوم وأجيالنا اليوم. نحن عشنا مع محمد عبد الوهاب، وعشنا مع فريد الأطرش، وعشنا مع أم كلثوم، وعشنا مع الموسيقى التي كانت تنتج قيم. اليوم أبنائنا يواجهون
منتوجات إعلام فنية وموسيقية على كل حال لا حق لي في أن أصفها بأي وصف، ولكنها ليست قادرة على إنتاج القيم التي كانت تنتجها الموسيقى في السابق. وبالتالي مسؤولية أسرة أن تهذب وأن تربي الأبناء على التعاطي مع الموسيقى وعلى 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 تحبيب الموسيقى إليها، الذاكرة الجماعية الوطنية هي موجود، هي تاريخ، ومن مسؤولية كل الفاعلين بدون استثناء ليس الحفاظ على هذه الذاكرة، ولكن التاريخ وإحياء هذه الذاكرة بمضمونها الحقيقي وبمضمونها الحقيقية، لأن كما قلت الذاكرة أو استحضار الذاكرة أو التاريخ للذاكرة ومنتج للقيم، منتج لممارسة إنسانية جديدة. شكرا لكم. كذلك الشكر الكبير للقامة الإعلامية بوطننا وبإقليمنا خاصة الأستاذ عبد الله البقالي، شكرا لحضورك ولتشريفك مهرجان عسل العامر. رئيس اللحظة ديال التكريم الأستاذ عبد الله البقالي، الشهادة يسلمها السير طوال مهدي. شكرا جزيلا. بين المهرجان